أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية كل في مجال تخصصه وصقل مهاراتهن وتأهيلهن للمناصب القيادية فنيا وعلميا. وخلال حضوره انطلاق أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية النوعية، وجه وزير الصناعة والنقل المشاركات في البرنامج بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موضوعات البرنامج بتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي. يستهدف البرنامج التدريبي تنمية المهارات الإدارية والقيادية للسيدات المشاركات وتطوير مهارات الاتصال والإدارة لقيادة فرق العمل.